السلام عليكم. شاهد معجزة استرب طيور حول الكعبة بعد منع الطواف كإجراء احترازي، دليل على اقتراب الساعة. وثق أحد زوار المسجد الحرام مقطع فيديو يظهر فيه أسراب من الحمام وهو يحلق حول الكعبة المشرفة بشكل دائري كما يطوف الحجاج والمعتمرين حول الكعبة. وأظهر المقطع أسراب الحمام وهي تحلق فوق المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة بشكل دائري في منظر رباني بديع يسر الناظرين. وبحسب المعلومات فإن الحمام لا يتخذ مكانا للتعشيش أو المبيت داخل الحرم المكي الشريف، ويحظى بمعاملة خاصة، ولا يجوز لأي أحد قتله أو إخفاته أو تنفيره أو تكسير بيضة بغرض طرد العش من محيط المسجد الحرام. ويطلق على أسراب الحمام تلك العديد من الأسماء، منها روفان وهو نهر من أنهار الجنة، ويطلق عليه أيضا الحمام المكي وحمام رب البيت وحمام الحمى. حمام الحرم لا يزيد نسله ولا ينقص، وكأنما ينظم نسله مهندس ولا يختلط به نوعا آخر من الطيور. حمام الحرم له مناعة قوية ضد الأمراض، حيث أن العلماء استبعدوا إمكانية إصابته بإنفلونزا الطيور لما يتمتع به من مناعة قوية. حمام الحرم يطير في حلقات دائرية حول الكعبة ولا يحلق فوقها أبدا. أصل حمام الحرم من الحمامتين اللتين عاشتا على باب الغار أثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤهما أن يعيشا هما وذريتهما آمنين في الحرم. لا يجوز قتل حمام الحرم ولا تنفيره ولا إفساد بيضه، ومن فعل ذلك فعليه فدية. حمام الحرم لا يبيت في الحرم وإنما خارجه ويعود عند شروق الشمس، لذا ليس له أعشاش في الحرم، ولا تجد أبدا أثر لنجاسته أو فضلاته في الحرم. ويحرص سكان مكة وزورها على أن يشتروا الحبوب والبذور المعبأة في أكياس وينثروها على الأرصفة لكي يلتقطها الحمام ويتغذى عليها. وتجدر الإشارة إلى أن حمام مكة رماد اللون، يميل للزرقة أو الخضرة في عنقه، ولا تكاد تختلط حمامة عن أختها على الإطلاق، سواء في الحجم أو الشكل أو اللون، كما أن هذا الحمام لا يختلط بغيره من الحمام. ويقول البعض أنه يعود في أصله إلى طير الأبابيل التي أتت من البحر، وهي تحمل حجارة من سجيل بأقدامها لرضع أبرهة الأشرم حين حاول هدم الكعبة. وتقف مجموعة من الفتيات وخاصة الإفريقيات على الأرصفة المحيطة بالحزام لبيع القمح في أكياس للحجاج الذين يتوافدون لشراءه وإطعام الحمام. وتقول سمية وهي فتاة من نيجيريا إنها تبيع برفقة إخوتها حبوب القمح للحجاج منذ سنوات في كل موسم حج، وتبيع الكيس الواحد الذي يزن قرابة نصف كيلو بخمسة ريالات سعودية. وتضيف الفتاة القول إن عملها هذا يعتبر دخلها الرئيسي لها ولعائلتها خلال موسم الحج. ومن غرائب هذا الحمام المكي أنه يطوف على شكل مجموعات حول الكعبة كما يطوف الحجاج تماما في حلقات دائرية، ولا يحلق فوق بناء الكعبة نفسها، ولا يتخذ من الحرم مكانا للتعشيش ولا يبيت فيه. ورغم أن بعض سكان مكة يضيقون ذراعا بتعشيش الحمام كسرة فوق أسطح منازلهم وعلى نوافذ بيوتهم وما يتطلبه ذلك من تنظيف دائم لمخالفته، فإنهم تأقلموا مع العيش معه على مر السنين.